لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا جميعا من النار. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فموضوع خطبتنا لهذا اليوم المبارك السعيد في بيان ما يشرع في ختام هذا الشهر الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، جعل لكل موجود في هذه الدنيا زوالا، ولكل مقيم انتقالا، ليعتبر بذلك أهل الإيمان فيبادروا بالأعمال ما داموا في زمن الإمهال، ولا يغتروا بطول الآمال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل بادروا بالأعمال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وتفكروا في سرعة مرور الليالي والأيام، واعلموا أنها تنقص بمرورها أعماركم وتطوى بها صحائف أعمالكم، فبادروا بالتوبة والأعمال الصالحة قبل انقضاء الفرصة السانحة. عباد الله، كنتم بالأمس القريب تستقبلون شهر رمضان المبارك، واليوم تودعونه مرتحلا عنكم بما أودعتموه فيه، شاهدا عليكم بما عملتموه، فهنيئا لمن كان شاهدا له عند الله بالخير، شافعا له بدخول الجنة والعتق من النار، وويل لمن كان شاهدا عليه بسوء صنيعه، شاكيا إلى ربه من تفريطه فيه وتضييعه. فودعوا شهر الصيام والقيام بخير ختام، فإن الأعمال بالخواتيم، فمن كان محسنا في شهره فعليه بالإتمام، ومن كان مسيئا فعليه بالتوبة والعمل الصالح فيما بقي له من الأيام، فربما لا يعود عليه رمضان بعد هذا العام، فاختموه بخير واستمروا على مواصلة الأعمال الصالحة التي كنتم تؤدونها فيه في بقية الشهور، فإن رب الشهور واحد وهو مطلع عليكم وشاهد، وقد أمركم بفعل الطاعات في جميع الأوقات. ومن كان يعبد شهر رمضان فإن شهر رمضان قد انقضى وفات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فليستمر على عبادته في جميع أيام الحياة، فإن بعض الناس يتعبدون في شهر رمضان خاصة، فيحافظون فيه على الصلوات في المساجد، ويكثرون من تلاوة القرآن، ويتصدقون من أموالهم. فإذا انتهى رمضان تكاسلوا عن الطاعة، وربما تركوا الجمعة والجماعة، فهدموا ما بنوه
ونقضوا ما أبرموه، وكأنهم يظنون أن اجتهادهم في رمضان يكفر عنهم ما يجري منهم في السنة من القبائح والموبقات وترك الموجبات وفعل المحرمات، ولم يعلموا أن تكفير رمضان وغيره للسيئات مقيد باجتناب الكبائر والموبقات. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالله عز وجل قال لنا: إذا اجتنبتوا الكبائر اللي نهيتكم عليها غنكفر لكم السيئات. من الكبائر تضييع الصلاة، خروج الصلاة عن الوقت ديالها من الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كيقولنا الصلوات الخمس، ومن الجمعة الجمعة، المؤمن يحافظ على الصلوات الخمس ويحافظ على الجمعة، ورمضان يحافظ على رمضان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذو كيكفروا ما بينهن، أي عمل عملته بين هذا الشيء هذا كيكفروه إلا الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. كبائر معروفة هي الشرك، حقوق الوالدين، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الزنا إلى آخره. وأي كبيرة بعد الشرك أعظم من إضاعة الصلاة، وقد صارت إضاعتها عادة مألوفة عند بعض الناس. إن اجتهاد هؤلاء في رمضان لا ينفعهم شيئا عند الله إذا هم أتبعوه بالمعاصي من ترك الواجبات وفعل المحرمات. وقد سئل بعض السلف عن قوم يجتهدون في شهر رمضان، فإذا انقضى ضيعوا وأساءوا، فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. بعد السلف يعني سولوه، قالوا يعني كاين بعض الناس كيجتهدوا في رمضان ومن كيفوت رمضان صافي كيضيعوا كل شيء. قال لهم: بئس القوم كيعرفوا ربي عا في رمضان. فالمؤمن خصو يعرف ربي في رمضان وفي غير رمضان، لأن الله عز وجل دارنا رمضان تمرين باش نستمروا، لعل هذا الإنسان يتوب ويستمر على العبادة دياله. هذا رمضان ميدان تدريب باش المؤمن بعد ما يخرج رمضان يستمر، علاش؟ باش العمل الحياة دياله كلها تكون في ميزان الله عز وجل، يعني العمل الحياة دياله كلها تكون عبادة. وبعض الناس قد يصوم رمضان ويصلي فيه ويظهر الخير ويترك المعاصي لا إيمانا واحتسابا، وإنما يفعل ذلك من باب المجاملة والمجاراة للمجتمع، لأنه يعتبر هذا من التقاليد الاجتماعية، وهذا هو النفاق الأكبر. فإن المنافقين كانوا يراؤون الناس فيما يتظاهرون به من العبادة، وهذا يعتبر شهر رمضان سجنا زمنيا ينتظر انقضاءه لينقض على المعاصي والمحرمات، يفرح بانقضاء رمضان لأجل الإفراج عنه من سجنه. فالإنسان ما كيكونش مزيان كيتسنى فوق شي تسالى رمضان باش يرجع لديك يعني الجرائم اللي كان يدير، كأنه في سجن كينتظر فوقاش يتسالى رمضان باش يرجع العادة ديالو الخبيثة، يعني العمل ديالو الخبيث. فالمؤمن خاصو يعبد الله في رمضان وفي غير رمضان. روى ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أظلكم شهركم هذا بمخلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، وما مر بالمنافقين شهر لهم منه بمخلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، ويكتب وزره وشقاءه قبل أن يدخله. ما شاء الله، الحديث عجيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني راه حل بين واحد شهر عظيم، ما مرش على المسلمين شي شهر في حاله. ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، وما مر بالمنافقين شهر شر لهم منه. المنافقين أقبح شهر عندهم هو شهر رمضان، كيجعلهم كأنهم في سجن، كيتمنوا فوقاش يتسالى رمضان باش يرجعوا يعني السيئات ديالهم، ولكن المنافق كيفرح برمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الله عز وجل كيكتب الأجر ديالو والنوافل ديالو قبل ما يدخل العباد ديالو، وكيكتب كذلك السيئات والوزن قبل ما يدخل. علاش؟ الله عز وجل عارف بأن فلان ما كيصليش يعني ديك الصلاة ديالو ديك العبادة ديالو خالصة، عايفوت رمضان غير قالب. والمؤمن يفرح بانتهاء الشهر لأنه استكمله في العبادة والطاعة،
فهو يرجو أجره وفضائله، والمنافق يفرح بانتهاء الشهر لينطلق إلى المعاصي والشهوات التي كان مسجونا عنها في رمضان. ولذلك فإن المؤمن يتبع شهر رمضان بالاستغفار والتكبير والعبادة، والمنافق يتبعه بالمعاصي واللهو وحفلات الغناء والمعازف والطبول فرحا بفراقه. عباد الله، لقد شرع الله لكم في ختام هذا الشهر التكبير في ليلة العيد. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله عز وجل قال لنا لتكملوا العدة، وهي أيام رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. هذه الليلة هذه يسن المسلم المؤمن يكبر الله عز وجل من ليلة العيد حتى الغدا في الصباح. الله قال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فكنشكر الله عز وجل بهذا الخير اللي عطانا برمضان بإخراج الزكاة الفطر، وشرع لكم صدقة الفطر فهي واجبة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، ويستحب إخراجها عن الحمل في البطن فقط. يستحب الزوجة اللي كانت حامل يستحب ماشي واجب، وهي من غالب قوت البلد تمرا أو برا أو شعيرا أو زبيبا أو أقطى، ومقدارها صاع عن كل شخص أو ما يعادل 3 كيلوات تقريبا، ويجزئ عن هذه الخمسة كل حب يقتات في البلد الأرز والذرة والدهن. فهذه الأشياء كلها يعني يجوز المسلم يخرج من الغالب دياله، والعلماء يعني جوزوا بأن المؤمن المسلمين يخرجوا يعني يخرجوها نقدا، وهذا فيه أقوال العلماء كثير. وقد نقل هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين، بزاف الصحابة والتابعين قالوا بهذا القول بأن المؤمن المسلمين يجوزهم يخرجوا يعني زكاة الفطر يعني نقدا يعني فلوس. منهم الصحابة والتابعين، ومنهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الثوري، وأبي حنيفة وأبي يوسف وبه العمل، وعليه الفتوى عند الحنفية، وهو أرجح أقوال أهل العلم في هذه المسألة كما سبق. ويخرج الإنسان صدقة الفطر عن نفسه وعمن يقوم بنفقته، ومحل إخراجها هو البلد الذي وافاه تمام الشهر وهو فيه، ومن كان في بلد وعائلته في بلد آخر فإنه يخرج فطرتهم مع فطرته في البلد الذي هو فيه. والإنسان إذا كان هو يعني هنا ولده في المغرب يخرج على ولده، يخرج على ولده هنا، ويجوز هم يخرجوا على نفسهم وهو يخرج على نفسه، ويجوز يجوز كذلك هم يخرجوا عليه وعلى نفسه. وإن عمدهم يخرجون عنه وعنهم في بلدهم جاز، وإن أخرج عن نفسه في بلده وأخرجوا عن أنفسهم في بلدهم جاز. والذين يعطون صدقة الفطر هم فقراء البلد الذين تحل لهم زكاة المال، سواء كانوا من أهل البلد أو من الفقراء القادمين عليه من بلد آخر. وكذلك زكاة الفطر كتعطى فقط الفقراء، الناس اللي محتاجين بزاف. والإنسان اللي كان عنده وجاء يطلب صدقة الفطر، نعوذ بالله، كي يقول أموال الفقراء، حرام عليه، حرام مطلق يطلب الصدقة، لأن هذه الصدقة خاصة هذه كتعطى فقط الناس اللي محتاجين واحد الحاجة ملحة، أفقر الناس هم اللي كتعطى لهم هذه الصدقة زكاة الفطر. أما الإنسان اللي يكون عنده ويجيب له دون استحياء ويطلب، قبح الله سعيه، قبح الله سعيه، لأنه هذا الإنسان ما كيستحييش وكي يأكل أموال ديال الفقراء. فالإنسان اللي عنده وغناه الله عز وجل، عندك ما تأكل شهرين 3 شهور يكفيك أخي المسلم، كي الناس محتاجين أكثر منك، فهذا الناس هم اللي يستحقوا هذه الصدقة هذه. وكذلك الصدقة كتعطى الفقراء ذا أهل البلد، مثلا إحنا في تيمبلو نعطيها في تيمبلو، إلا ما وجدناش في تيمبلو كاع عاد نزيدو البويبلو اللي تابع تيمبلو، بحال مثلا تيبريروس أو شي بويبلو قريب له بيلايوس، وهلما جا. أما تخرج مثلا كاين فقراء هنا وتديها لأبيلا لا يجوز، أو كاين فقراء هنا وتصيفطها للمغرب لا يجوز، خصك تعطيها في البلد هذا، وإلا ما كانش هنا تزيد البلد اللي أقرب وأنت ماشي. ولا يجوز نقل صدقة الفطر إلى بلد آخر بأن يرسلها إلى فقراء بلد غير بلده، إلا إذا لم يوجد في بلده فقراء من المسلمين، فإنه يرسلها إلى فقراء أقرب بلد إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها إلى فقراء البلد
الذي يفطر فيه الصائم ليلة العيد. وقد نص على ذلك فقهاء المذاهب الأربعة، فقد نصوا رحمهم الله على أنها على المسلم توزيعها في البلد الذي وجبت عليه فيه، فعلى هذا لا يجوز إرسالها إلى فقراء الجهات الأخرى خارج البلد. ومن أراد أن يساعد فقراء البلدان الآخرين فليساعدهم بغير صدقة الفطر. والإنسان إلا مثلا بغي يساعد شي فقراء في بلاد آخرين مثلا في المغرب كاين محتاجين، تعطيهم بالحق غير صدقة الفطر، أرسل لهم اللي بغي أنت يجوز، ولكن صدقة الفطر لا تجوز إلا في البلد، في حالة ما كاينش البلد، البلد اللي قريب وأنت ماشي. لأن صدقة الفطر عبادة مقيدة بزمان ومكان، لا يجوز إخراجها عنها. وقد ذكر لنا أن قوما يطلبون من الناس تقديم دراهم ليرسلوها إلى بلد آخر ليشترى بها طعامهم من هناك ويوزع على الفقراء فيه، وهذا لا يجزئ عن صدقة الفطر، لأن وقت إخراجها ليلة العيد بعد ثبوت الهلال إلى الخروج لصلاة العيد في البلد الذي وافاه تمام الشهر وهو فيه. والعبادات توقيفية لا يجوز التصرف فيها حسب الأهواء والآراء، ومن فاتته إخراجها قبل صلاة العيد فإنه يخرجها فيه في بقية يوم العيد، ومن فاته إخراجها في يوم العيد فإنه يخرجه بعده قضاء، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا بد أن تدفع في وقت الإخراج المستحق أو إلى وكيله، ولا يكفي أن يجعلها أمانة عند شخص ليس وكيلا للمستحق. ويجوز للفقير أن يخرج فطرته مما أعطي من الصدقات، ويجوز دفع صدقة الجماعة إلى فقير واحد، يجوز يعني جماعة تجمع المال وتعطيها لواحد فقير كتعرفوا تعطيه، ويجوز دفع صدقة الشخص الواحد إلى جماعة من الفقراء، وكذلك يجوز الواحد يقسم الصدقة ديالو على بزاف ديال الناس. والحكمة في صدقة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وشكر لله تعالى على إكمال الصيام، فأدوها رحمكم الله على الوجه المشروع طيبة بها نفوسكم من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وكذلك المؤمن خصو يتصدق من أحسن شيء اللي عنده، ماشي تتصدق من أبخس الحاجة اللي عندك. الله قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. المؤمن خصو يتصدق من أعز شيء، فلهذا فانت قد تصدق بواحد كيلو الطحين، كيلو الطحين بالنسبة لنا هو أبخس شيء، كيلو الطحين شنو غادي يعمل؟ فكي انت ما كتاكلش غير الطحين، الطحين راك تاكل معاه الخضرة، كتاكل الفواكه، كتاكل الحوت، كتاكل يعني كتبقى يعني ما كتنساش فقط غير الخبز وكتاكلو، الا كتاكل بزاف معاه خاصك تضيف عليه. اذا فالعلماء جوزوا هادشي كامل، فالمؤمن وخاصة حنا هنا يعني خرجوا خمسة الأول يعني صدقة الفطر، وهذا هو الأرجح يعني اللي كيفتيو به هنا العلماء في أوروبا، وكل بلد عنده الفتوى ديالو. ومن الحكمة من مشروعية صدقة الفطر إغناء الفقراء عن السؤال في يوم العيد ليفرحوا مع المسلمين، كذلك كنغنيهم في هذا يوم العيد باش كيفرحوا معنا. انت اللي ديتي له الطحين واش غادي يفرح به؟ طبعا ما غيفرحش، خصك تعطيه حاجه اللي اعز شيء هي الفلوس، تعطيه غادي يفرح ينشط حقي لا عطيتيه الطحين. ويتوسع بها، ولذلك حددت بما يكفي الفقير في هذا اليوم وهو الصاع. ومن الحكمة في تحديدها بالصاع ايضا تيسيرها على المتصدق حتى لا يثقله، لانه قد لا يكون عنده سعة من المال، وهي واجبة على عموم المسلمين لا على الأغنياء فقط. فاتقوا الله عباد الله واعتنوا بإخراجها، يقول سبحانه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أي قد أفلح من تزكى أي من أخرج زكاة فطره وذكر اسم ربه أي في الليلة العيد فصلى صلى مع المسلمين. نفعني لو القرآن المبين وبأحاديث سيدي الأولين والآخرين وآثارني إياكم عذابه المهين، فاستغفروا يغفر لكم إنه الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات، فاستغفروا يغفر لكم إنه الغفور الرحيم. الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا بإكمال شهر الصيام، ووفق من شاء فيه لاغتنام ما فيه من الخيرات العظام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو ذو الفضل والإنعام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وعبد ربه واستقام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى في سائر الليالي والأيام، فإنه رقيب لا يغيب، قيوم لا ينام سبحانه. عباد الله، ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر المبارك أداء صلاة العيد، شكرا لله تعالى على أداء فريضة الصيام، كما شرع الله صلاة عيد الأضحى شكرا له على أداء فريضة الحج، فهما عيدا أهل الإسلام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منها، يوم النحر ويوم الفطر، فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد المولد والأعياد الوطنية والقومية، لأنها أعياد جاهلية، سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعمام أو أعواما، كاليوم الوطني وعام الطفل وما أشبه ذلك. وقد سمي العيد في الإسلام عيدا لأنه يعود ويتكرر كل عام بالفرح والسرور لمن يسر الله قلبه من عبادة الصيام والحج اللذين هما ركنان من أركان الإسلام. ولأن الله سبحانه يعود فيهما على عباده بالإحسان والعتق من النيران، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج العام لصلاة العيد حتى النساء، فيسن حضورهن غير متطيبات ولا لابسات لثياب زينها وشهرة، ولا يختلطن بالرجال، والحائض تخرج لحضور دعوة المسلمين وتعتزل المصلى. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خضرها، وحتى تخرج الحيض فيكن خلف النساء فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون ذلك اليوم وطهرته. والخروج لصلاة العيد إظهار لشعائر الإسلام وعلم من أعلامه الظاهرة، فحرصوا على حضورها رحمكم الله، فإنها من مكملات أحكام هذا الشهر المبارك. وأحرصوا على الخشوع وغض البصر وعدم الإسبال الثياب، وعلى حفظ اللسان من اللغو والرفث وقول الزور، وحفظ السمع من استماع القيل والقال والأغاني والمعازف والمزامير. ولا تحضروا حفلات السمر واللهو واللعب التي يقيمها بعض الجهال، وخاصة هنا، فإن الطاعة تتبع بالطاعة لا بضدها. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إتباع صوم شهر رمضان بصوم 6 أيام من شوال. فقد روى الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الظهر، يعني 6 أيام من شوال عن شهرين، وهذه أشهر الست كأنما صامها المسلم. من صام رمضان واتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الظهر، يعني في الأجر والثواب والمضاعفة، لأن الحسنة ب10 أمثالها، فرمضان عن 10 أشهر وستة الأيام من شوال عن 20، وهذه الأشهر السنة كأنما صامها المسلم كلها إذا صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. والمسلم عليه أن يصوم هذه 6 أيام. فورد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كأنما صام الدهر كله، يعني لصى رمضان وصام 6 أيام بعد منه فحل صام العام كامل، لأن الحسنة ب10 أمثالها. فرمضان فالله عز وجل يعطيك يعني تكفير الأجر ديال 10 شهور، كتبقى نعم زيد بقالك شهرين، فكتصوم ديك 6 أيام
60 كضربها ب 10 كتعطي لك 60 يوم، اذا كتولي العام كامل. الى صمتي رمضان وتبعتيه 6 ايام من شوال بحال اللي صمتي الدهر كامل. الله يوفقنا واياكم لما يحب ورضاه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، ودمر الشرك والمشركين، ودمر الشرك والمشركين. اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا ممن غفرت ذنوبهم، اللهم اجعلنا ممن غفرت ذنوبهم. اللهم اجعلنا من عتقائك عتقاء الجنه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نذكر الاخوان